ستعود أخبار انتقالات اللاعبين لتغزو مختلف وسائل الإعلام على امتداد شهر تقريبا بعد أيام على افتتاح الفترة الشتوية المسموح بها بالتعاقدات بين الفرق واللاعبين. هذه الفترة عكس الصيفية تختلف فيها الأهداف باختلاف مواقع الفرق المعنية. الفرق اللي هي غادي تبغي تزيد لعابه ولا تركروتي دي جوار هي الفرق اللي في لو با دو طابلو، فهمتيني؟ هما الفرق اللي في لو با دو طابلو اللي لوبجيكتيف ديالهم المانتيا، او الفرق اللي لاعبين لا تشامبيونز ليغ الا كان الهدف ديالهم يمشيو بعيد في لا تشامبيونز ليغ. بحث الفرق المتواصل على المواهب النادره لتعزيز صفوفها لا يعني بالضروره ان التعاقدات تكون نوعيه، بل تعتريها عده مشاكل. انتقالات في حد ذاتها مهمه بالنسبه للفرق، ولكن المشكل اللي مطروح هنا دابا حاليا في الكره المغربيه هما اللاعب اللي غادي ينتقلوا، اما كيكون عنده مشكل في الفريق ديالو، اما كيكون مشكل مع الرئيس ولا مادي، ولا كاين مشكل مع المدرب. اذا كاع دوك اللاعب اللي كيمشيو من فرقه لفرقه، الفرقه اكثريه فيهم عندهم مشاكل. بشكل عام شهدت سوق انتقالات اللاعبين في المغرب تحولا مثيرا منذ 10 سنوات، ارتفاع صاروخي للقيمة المالية للصفقات وانتقالات من ناحية الكم غير مفهومة. فريق بطل فاز ببطولة 16 انتقال صفقة، غريب يعني لا يعقل أن فريق مثلا كيلعب الصفوف المتقدمة في صفقة انتقالات في الموسم كيدير صفقات عشرات الصفقات. قبل 5 سنوات فرض اعتماد قانون اللاعب تعاملا جديدا في علاقة اللاعبين بالفرق، وباعتراف غالبية المهتمين فهذا القانون غير موازين هذه العلاقة وقوى موقع اللاعب في ضمان حقوقه التعاقدية. في المقابل التحول الذي طال سوق الانتقالات لا ينظر إليه بعين الرضا. خاص يكون إشراف فعلي ديال الجامعة حول الصفقات الانتقالات باش يكون وضوح تام. ثانيا يكون إدارة تقنية تابعة للأندية هي التي تشرف على هذه الصفقات. ارتفاع الدخل السنوي للاعبي البطولة الاحترافية وتعزيز دورهم الاعتباري داخل الفرق تواجه انتظارات أخرى، أولها انعكاس هذه الامتيازات على مستوى الأداء والمساهمة في تجديد أجيال اللاعبين الموهوبين.